السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة سنتعرف على معالجة التمارين في الامتحانات الجوية في الأسئلة الوثائقية لمادة الجغرافيا. عندنا في هذا السؤال جدول للصادرات والواردات اليابانية بمليار دولار، ثم عندنا نص جغرافي حول اليابان، والأسئلة هي كالتالي: حول معطيات الجدول إلى مبيان بالأعمدة وعليه نقطة دم. 2، وصف أو صف انطلاقا من مبيان مميزات الميزان التجاري اليابان عليه نقطة واحدة. استخرج من الوثيقة الثانية محدودية القطاع الفلاحي لليابان عليه نقطة. أبرز مشاكل الاقتصاد الياباني من وثيقة 2 نقطة كذلك. ثم سؤال 5، اكتب في فقرة تفسر فيها القوة التكنولوجية لليابان عليه 10 نقاط. إذا نبدأ بالسؤال الأول، وهو: حول معطيات الجدول إلى مبيان بالأعمدة. إذا قلنا لرسم مبيان يجب أولا تحديد المقياس، والمقياس يحدد على أكبر قيمة في الجدول. فأكبر قيمة هي 885، إذا هي تقريبا 900. إذا نأخذ المقياس هو 1 سنتيمتر يساوي 100 مليار دولار. 1 سنتيمتر يساوي 100 مليار دولار. ثم نبدأ بوضع خط عمودي في هذا المكان، ونضع عليه تدريجات. ب1 سنتيمتر يساوي 100 مليار دولار، إذا إلى حدود 0، 100، 200، وهكذا إلى أن نصل إلى أعلى رقم نريده، وهذا فهو بمليون أو بمليار دولار، يعني المقياس بمليار دولار. ثم خط أفقي نضع عليه السنوات، والسنوات هنا يجب أن تكون كل سنة تضم الواردات والصادرات. سنة 2010، 12، ثم 2014، هذه فهي السنوات. إذا نبدأ بوضع الواردات. عندنا الواردات هنا واردات 694، إذا نضعها في النصف ل2010، لأن عندنا واردات وعندنا صدرت. إذن سنضع الواردات هي 694، ثم الواردات لسنة 2012 وهي 885 مليار دولار، ثم 2014 822، ونضعها في المفتاح. إذن فهذه واردات. ثم الصادرات سنة 2010 إذن هي 769، سنة 2012 798، ثم 2014 683، ثم نضعها في المفتاح الصادرات ونسميه المفتاح. ما يبقى لنا فقط العنوان، وهي الصادرات والواردات اليابانية مليار دولار. إذا فبهذا الشكل نكون قد حصلنا على النقطة التي وضعت للسؤال الثاني، وهي نقطتان، ويأخذ فيها من حيث التدقيق هناك العنوان، المفتاح، ثم المقياس، ثم دقة الرسم. الرسم يكون مرسوم بدقة. إذا ثم السؤال الثاني: صف انطلاقا من البيان مميزات الميزان التجاري لليابان. لماذا يمتاز الميزان التجاري لليابان؟ إذا يظهر لنا في سنة 2010 أن الصادرات أكثر من الواردات. إذا نقول هناك فائض في الميزان التجاري. أما سنة 2012 فنجد العكس، ثم سنة 2014 فهناك العكس. إذا نجد هناك أو نسميه بعجز. إذا نقول نجد فائضا في الميزان التجاري لسنة 2010 وعجز في الميزان التجاري لسنة 2012 و2014. أما الأسئلة المتبقية فهي نأخذها من النص.
إذن فالنص يقول: تمثل اليابان القوة الثالثة عالميا رغم أنها لا تتوفر على موارد طبيعية باستثناء بعض المناجم الذهب والفضة والمنغنيز والمغنيسيوم والفحم الحجري، لهذا تعتمد على الخارج لتلبية حاجياتها من الطاقة والمواد الأولية، ولا تساهم الفلاحة إلا ب4% من اليد العاملة و1.2% من الدخل الإجمالي الخام بفعل ضيق المساحة الزراعية التي لا تتعدى 15% من المساحة العامة للبلاد. أما الصناعة فتساهم ب26% من الدخل الإجمالي وترتكز بالأساس على التكنولوجيا الدقيقة والروبوتيك وصناعة السيارات والسفن والاهتمام بالطاقات المتجددة. وقد شهد الاقتصاد الياباني انكماشا سنة 2015 إذ لم يتعدى النمو 0.6% بفعل الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة وشيخوخة الساكنة والمنافسة الجهوية من طرف الصين وكوريا الجنوبية، مما يفسر تزايد معدل البطالة بحوالي 3.5%. ولهذا وضعت الحكومة اليابانية في نوفمبر 2015 برنامجا استعجاليا يستهدف رفع الأجور الدنيا ب3% وتوسيع التأمين على البطالة وتحسين الضمان الاجتماعي للمتقاعدين. إذن هذا النص، ومنه نجيب عن الأسئلة المواليه. إذن عندنا السؤال الثالث، هو استخرج من الوثيقه الثانيه محدوديه القطاع الفلاحي باليابان، اي ان القطاع الفلاحي هو محدود باليابان. وهنا عندنا في باللون الذي اشرت عليه باللون الاصفر ان الفلاحه لا تساهم الا ب4% من اليد العامله و1.2% من الدخل الاجمالي الخام بفعل ضيق المساحه الزراعية التي لا تتعدى 15% من المساحة العامة للبلاد. أما إذا هذا هو الجواب، إذا نجد الجواب هو ما يبين محدودية قطاع الفلاحة باليابان. نجد ضيق المساحة الصالحة للزراعة التي تمثل 15% وضعف مساهمتها في التشغيل 4% وفي الدخل الإجمالي الخام ب1.2%. هذا جواب على السؤال الثالث. ثم السؤال الرابع، أبرز مشاكل الاقتصاد الياباني من الوثيقة 2. مشاكل نجد هنا، وقد شهد الاقتصاد الياباني مثلا انكماشا، ثم هناك أيضا هنا نجد أن اليابان تعتمد على الخارج لتلبية حاجياتها من الطاقة والمواد الأولية. وعرفت أو شاهد الاقتصاد الياباني انكماشا سنة 2015 إذ لم يتعدى النمو 0.6 بفعل الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة وشيخوخة الساكنة، أي هناك الشيوخ، كثرة الشيوخ والمنافسة الجهوية والمنافسة الخارجية بصفة عامة، جهوية أي الإقليمية، من طرف الصين وكوريا، مما يفسر تزايد معدل البطالة. إذا تزايد البطالة بحوالي 3.1. إذا هذه كلها مشاكل، إذا نكتبها هنا المشاكل التي تعرفها اليابان: الأزمة الاقتصادية والاعتماد على الخارج في مصادر الطاقة والمواد الأولية وضعف معدل النمو وشيخوخة الساكنة والبطالة والمنافسة. نعم، إذا هذا هو الجواب على السؤال. يبقى لنا السؤال الأخير، وهو أكتب فقرة تفسر فيها القوة التكنولوجية لليابان. إذا هنا فالسؤال الثالث فهو خارج عن إطار هذه الوثيقتين، وبالتالي يجب أن نبحث عنه في الدروس التي تعرفنا عليها والشرح وغير ذلك. إذا فنعرف أن اليابان لها مجموعة من العوامل التي تفسر قوة التكنولوجيا، منها ما هو بشري وما هو تنظيمي وغير ذلك. إذا نقول تتعدد العوامل التي تفسر قوة التكنولوجيا لليابان. هناك العامل البشري كالسوق استهلاكية كبيرة ويد عاملة مؤطرة، ارتفاع الدخل الفردي وحب العمل وتقديسه وغير ذلك. ثم كذلك عوامل تنظيمية وتقنية كتشجيع الدولة للتكنولوجيا الحديثة والتركيز الرأسمالي وتوفر الرصاميل والاهتمام بالصناعات وتدعيم البحث العلمي وغيرها. إذا إلى هنا نكون قد أجبنا على هذه الأسئلة، ونتمنى أن تستفيدوا من هذه
المعطيات، والسلام عليكم ورحمة